منين تبغى الطاجين؟ الطاجين ديالك فتا معمرة بالخضرة، كنتخنو الطاجين ونون، وكنتخنو الماء يكون دافي. لما كنشوفو هنايا خديت الطبتين، درت فيه كفتة وطبتين الآخر فيه الخوطة، كنحتاجو فيه البطنة مقطعة وديك البطنة أخرى محقوقة، وخيتو محقوق، جزر محقوق، بطاطا محقوق، وكراعة حمراء محقوق، وكراعة حمراء مقطها مربع. وينين تبغى ديك القلعة ديال نتكفي فيها الملحة، والقلعة ديال عائشة فيها شعرة ديال الزعفران، درت عليه الماء هدا، وخد ديك العود، ودرت الطبطين الآخر درت فيه توما قطبر والمعتنود والزيتون. بني تبا الكفتة درت فيه شوية ديال الملحة، درت نصف معلقة، ودرت نصف معلقة ديال التنجبير، نصف معلقة ديال الزعفران، ونصف معلقة ديال زيت العود. وإلا بغيتي دير الطربيع، أنا هنا ما درتوش، باقي كنجمع تاني تاني تشد على طيب ديال. ومن بعد درت عليه الخضرة، الخضرة كاملها درتها شوية شوية، جات النحا كلشي واحد طقها، ومن بعد كنجمع خطوة النيتين كتكون مدهونة إما بالزيت ولا الماء، كتبقى إختيار، كتبقى كتقوريهم.
انتوما كما كتشوفوا كانت داك نكرها محقوقه وتتعني البطاطا ومن ما تتعني الخيط محقوق ما كانش معه. وهنا كما كتشوفوا من بعد اللي تخن الطاجين تتعني الماء ونون ما طيب ودابا درت عليه النفط العطرية يعني شوية ديال الملحة وتنجبير وزعفران ودرت عليه شوية ديال الشعرة ديال الشعرة ديال الزعفران ولي معناش الشعرة ديال الزعفران ممكن ديرها كنور ديال الزعفران إلا دارت كنور ديال الزعفران مديرش الملحة وهنا درت عليه ديت نعود كنبقى كنحرك عطرية ودرت شوية ديال الملحة كما كتشوفو وهنا يعني كنشوف طفيلة مكونات انتاج بعضياتهم كنبقى كنتفل في الكفتة كنبقى كنقلبها باش تدخل عطرية عطرية ودي وهنا يعني تففتها وهنايا درت عليها البطنة محقوقة بحال كنتفف وهنايا خديت بطنة أخرى لي مقطعها بمربعات درتها فوق منها وهنايا كنتفف كرعة حمراء إلا بغيتو ديرو تا كرعة أخرى محقوقة كتبقى إختيار
وهنا كانت في فتيتون. وهنايا درت عليه داك الماء ديال شعرة ديال الزعفران كما كتشوفو الفيديو. وهنايا درت عاوتاني معلقة صغيرة ديال التيتنيود درتها فوق الخضار والثومة. نجاتة كل الطبق شوية من التيتنيود كتعطي مذاق رائع. ونتيتون والثومة خطكم تاخدو واحد النفا ولا طبطين يعني هنا شوية التيتنيود وبقايا قلبيها كلشيها. وهنايا كنشدو الطاجين ديالنا كنخليوه يطيب على حقو وطريقو وبنيت بالعافية تكون مهينة. هي النتيجة ديال الطاجين، طاجين كفتة معمر بالخضرة. وهنايا كنرافقوه بالخوف ديال الماء، قرعة ديال الماء، كرموط، وكرموط عندي تكناريت، نعرفها بالعربية اكتبها لي في التعليق، داك الخبط ديال كوبقلي. المقرمط هندي هي النتيجة ديالو. وهنايا كنرافقو معاها عصير الليمون. عصير الليمون عصير ديال الرمان تلقى اخنية. وهذا عصير النعناع ديال الرومي. مذاق ديالو لا يقاوم. وهنايا بنيت احياء شعبيه تيبيعو بحال اتنكان، الفون، حمض، هذا الفون، وهنايا حمض. هذا أثنكار
الدرة. وهنا نحي شبي، نفتح شبي فيه تطويش